انا شايف انه كويس، هو مناسب يعني. بس يا خير ربي، انا شايف ان الواد ده حلنجي ونصاب. هو حلنجي بس مش نصاب، وانا كنت عايز واحد حلنجي ومطقطق كده، كنت فاكر انك انت هترشحهولي في المقام الاول كده. بس انا بقى خير ربي متاكد ان الواد ده مش هيجي تاني. يا نهار اسود، انا مش فاهم انت عارف ليه بس عصبي بالعمايلك فيا. بس يا واحده شويه، مش عارف عصبي ده شويه. تعبتني ايه؟ تعبتني بس ارحمني ارحمني. انت بودي جارد؟ ايوه. بعمرت ايه يا واد ده؟ جسمك ملوش وش من قفت. وقال ايه؟ قال ايه قلبك ميت؟ انت قلبك ميت؟ ايوه، قسوتك عليا هي اللي موتت قلبي. بأمرت ايه يا اخويا؟ بأمرت العقول اللي بتاكلها كل ليله رياض؟ اخش اجيب لك سطر الجلاليب من جوه؟ انت بتعايرني، دي كانت ملفات قديمه واتحرقت خلاص. انا دلوقتي بكافح يا بابا. بالنصب يا ابني الكلب. يا ابني يا بابا يا بابا يا بابا، انا ما عرفتش اربيك يا ليل. انا ايه 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 مش هسيبك يعني، مش هسيبك. ايه يا زكي؟ تعال هنا. ايه يا زكي، انت عايز تجنن لنا ابونا ولا ايه يا زكي؟ مال حاله يا اخي؟ اعمل معروف يا ابني، انا مش ناقصك. ركز زكي وراك، انا ابوك. ايه يا زكي في ايه؟ انت عاوز تجنن لنا ابوك ولا هو يترفد ويبقى صايع زيك؟ انا مش صايع دلوقتي، انا بشتغل وبشتغل مع نفس الراجل اللي مشغله. يعني احنا الاثنين هنقبض من راجل واحد. وانا هسيبك يا بابا. ده انا، ما انت قعدت تقولي اوعى تمشي يا بابا. يا بابا الله، انا مش فاهم انت ليه باصصني في لقمه عيش. والله ما حد هيقطع عيش الا انت. اطلع يالا. اطلع. مش طالع يا ربي، بخلي فار. اطلع يالا احسن لك. مش هطلع. خلاص خليك يا اخوي، حطمت على السرير نام. ايه رايك بقى ان انا مش رايح الشغل بكره؟ وعايز لك وريني هتقعد قد ايه تحت السرير. وقع الخرطوم ده عشان بينقط ميه. مجنون الواد ده ولا ايه؟ والله مجنون. أنا قررت بسبب مشغوليات الكتيرة أني أجيب لكم حد يبقى معاكم وياخد باله منكم. إيه يا بابي، أنت هتتجوز ولا إيه؟ حد جاب سيرة الجواز؟ أنا بقول في أمور كتيرة لازم تتصلح، وده بيتطلب أن يكون في حد معاكم جوه البيت، بره البيت. بره البيت أكتر من جوه البيت، يعني في العربية، في النادي. أظن الكلام بتاعي واضح. يعني إيه؟ حضرتك عايز تجيب لنا حد يراقبنا؟ انا قلت يبقى معاكم مش يراقبكم. صباح الخير. صباح النور. خيرت بيه موجود؟ افندم؟ سوري، خيرت بيه موجود؟ نقول له مين؟ قولي له زكي ان شاء الله. بخصوص ايه؟ هو عارف. هو عارف. مستر خيرت اتنطى فالبول ناو يو كان كام اجين. اوكي، ثانك يو ثانك يو. كاسكولي يا صباح على ميزون. صباح الخير. اهلا يا زكي، اتفضل تعالى اقعد. ما فهمك لازم تعمل ايه. انا فاهم كل حاجه حضرتك ومجهز نفسي تمام. يا سلام. طبعا ما تخافش. سيادتك، انا من واقع دراستي موقع الفيلا لقيت انها فيلا واطي، سور الفيلا واطي يعني، فمحتاجين عليه حوالي 6 7 متر تقريبا. وبعدين هنحتاج نزرع كاميرات هنا اهو في الاركان، وبعدين هنحتاج تقريبا حوالي 2000 متر سلك شاهد. يا ابني انا مش جايبك تحرس الفيلا. يبقى المصنع. بالنسبه للمصنع سيادتك بالظبط كده. بالنسبه للمصنع حضرتك، احنا ممكن نرجع كل الحاجات اللي جبناها دي، بس سلك الشاهد خليه هنحتاجه. يا ابني قول على المصنع. يبقى مفيش حضرتك غير العربيه. سيادتك انا مش بتاع عربيات. العربيه دي حضرتك تجيب لها فانوسين شبوره وغطا جلد من الوكاله، وممكن كلب لولو صغير كده تحطه في التابلوي هاو هاو كل ما حد يقرب ناحيتها. سيادتك فهمتني غلط، بعد اذنك. استنى عندك انت. ايه يا ابني برباند؟ ما تديني فرصه اشرح لك انا عايز ايه. انا عايزك تحرس اولادي. اولادك دول تجيب لهم حارس فلبيني. يا ابني ارجوك اسمعني، هقدم لكم زكي البودي جارد. ده بودي جارد؟ ده عامل زي البورس الجعان. بعد اذنك. شيرين بنتي وعمر ابني. واضح طبعا ان شيرين الكبيره وعمر الصغير. واضح ان رباط جزمتك مفكوك. انت كنت مستعجل ولا حاجه؟ أساساً مش بعرف أربط رباط الجزمة. طيب مش كنت تقول كده؟ أنا رايح النادي. يلا يا عمر الحق معهم يا زكي معهم. طبعا اسمع، شيرين تبقى معاها لحظة بلحظة، أنت فاهمني؟ شيرين بالذات تبقى زي الله.
طب طيب بالنسبه لعمر اسيبه يتوه عادي؟ وعمر كمان يا زكي ارجوك اتفضل. طمن حضرتك انا متشكر قوي على غلاوه ثقتك فيا يا فندم. انا بالنسبه لي انا راجل مسالم وكافي شيري خري، عمري ما هحاول اعمل اي مشاكل معاهم بقى يا اخي. يلا يلا الحق الواد. طمن. ثانية واحدة. في ايه؟ ثانية واحدة، عربيتك دي ها؟ اه عربيتي. انت بتعمل ايه؟ مفيش، بس اجراءات امنية كده. الكوتش ده عايز يتزود. حسب. ايه ده؟ في حاجة اتفجرت؟ ده ريموت العربية. ريموت العربية؟ ريموت؟ هو انت سايق عربية ناشونال ولا ايه؟ ابعد ايدك عني، انت هبل ولا ايه؟ انت مجنون؟ مجنون انت؟ ايه ده؟ اوه الحمد لله مفيش اصابات. ثانية واحدة، ثانية واحدة. بعد اذنك فين المفاتيح؟ انت هتعمل ايه؟ مش ده كرسي السواق؟ حسوق؟ بقول لك ايه؟ ايه ده؟ انت عندك خالة هبل؟ لا عمتي كانت سمينة شوية والله. طب اركب ورا. يلا اركب ورا ليه؟ اركب ورا. ما انا اللي هسوق. يلا يا عمر. انا اللي هسوق. طب دوسي دي برياش جامد بقى لو انت اللي هتسوق. صدقتني بقى لما قلت لك ان الولد اللي اسمه زكي ده مش حقيقي تاني؟ انا كنت متاكد انه مستهتر ومش قد المسؤوليه. زكي مع الولاد من الصبح في الفيلا وزمانه راح معاهم النادي. زكي مع الولاد في الفيلا وراحوا النادي؟ ربنا يستر. اخصمك. ايه اللي تسوق دي؟ ايه؟ انت بتطفي الكاسيت ليه؟ عشان الاغنيه دي مليانه رقص وبعدين احنا معانا طفل صغير. لو سمحت خليك في حالك ما تدش ايدك على الكاسيت. طب بص قدامك عشان ما نعملش حادثه. وعلى فكره انت ناسيه تنقلي الفتيس. الفتيس؟ افضل اوتوماتيك. انا اقصد العربيه مش الغساله. عمر هات لي الموبايل. ثانيه واحده. ايه ده؟ ركزي ثانيه واحده. 012 012 012. هات الموبايل. انت تعرفي حد في الهرم؟ بقول لك هات الموبايل. الو رد رد يا حيوان. ايه اللي انت حيوان يا ابن الحيوان؟ عاجبك كده؟ انزل بقى اضرب الحيوان ده اللي خبطك. ما بلاش. بقول لك انزل. حاضر. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. انزل. ايه؟ زلي هنا. زلي. ايه؟ انزل. ايه في ايه؟ في الرخص. رخص؟ رخص ايه؟ معيش رخص. وكمان راكب من غير رخص؟ عشان رخص ليه؟ ما هو مش انا اللي سايق. ما انا عارف ان مش انت اللي سايق. طب السواق ومشغول بالسواقه ها؟ مش تاخد بالك انت من الطريق؟ يعني الراجل هياخد باله من السواقه ولا من الطريق؟ يا عم ولا مال انا؟ ما انا كنت واخد بالي من الاجره، وبعدين اول مره ركبت كوسه، ولو اعرف ان هجيلي كده في التكوسه ما كنتش ركبت تكوسه. خلاص جت سليمه. اما ايه اول مره تركب تكوسه؟ ماشي ليه وسط العربيات؟ الله جدع ده مجنون ولا ايه؟ مش تمشي في حته فاضيه. اش ايه؟ ايه اللي اش؟ يا عم خلصنا سديت الطريق ووقفته. خلصنا يا اخي. مرة بقى راكب زباين بتعرف تسوق ها؟ هربت. يلا يا جماعه وصلنا. اتفضلوا.